من يرى مثل البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها في نحرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاهدنا اللهم صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم من اليهود وغير الضالين، اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه عن الصاحبة والولد، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، طبتم وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم كلمة سواء، التي يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا فيها على فضيلة الأستاذ الدكتور منقذ ابن محمود السقار، دكتوراه في مقارنة الأديان من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور، والتي نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن حبيبنا وسيدنا وإمامنا، عن السيد المسيح ابن مريم الطاهرة المطهرة عليهما الصلاة والسلام. وحتى يعني لا تكون الدباجة أطول من ذلك، دعونا نشنف أسماعنا بمقالة سيدنا وشيخنا الأستاذ الدكتور منقذ، ونبدأ ونقول له: ما هو معتقدي أنا كمسلم في السيد المسيح صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، ما هو معتقدك أنت؟ وما هو معتقدي أنا؟ نعم. وما هو معتقد كل مسلم؟ نعم. الجواب في القرآن الكريم. المسيح عليه الصلاة والسلام واحد من أعظم خلق الله تبارك وتعالى، الله واحد من خمسة يعتقد المسلمون أنهم أولو العزم من الرسل، أنهم أفضل خمسة بعثوا على وجه هذه الأرض، لكنه عليه الصلاة والسلام كان نبيا رسولا فحسب. هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام عن نفسه. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمسيح عليه الصلاة والسلام أعلنها في القرآن الكريم أنه عبد لله تبارك وتعالى، فهو عبد رسول لله تبارك وتعالى. نحن نؤمن بأنه كان نبيا رسولا، وأنه قد حبلت به العذراء البتول من غير تدخل بشر، وأنه كلمة الله تبارك وتعالى التي ألقاها إلى مريم البتول. طيب، هذه النقطة بالذات دعني أسأل فضلتك فيها، كلمة من الله روح منه، هل هذه النصوص في القرآن لها مدلول أو لها مستند لتأليه السيد المسيح صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، الآية التي وصفت المسيح بأنه كلمة في آل عمران: إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم، في الآية التي بعدها: كذلك الله يخلق ما يشاء. فهو كلمة مخلوقة، هو كلمة مخلوقة. ما معنى كلمة مخلوقة؟ نعم. القرآن هو الذي تولى بيان ذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المسيح كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله. هناك لبس في الموضوع، دعني أوضح لك هذا المعنى. مثلا لو تحدثنا قلنا اضطهاد اليهود، هذه الكلمة يصح فيها معنيين: الأول
أن نقول اضطهاد النازيين لليهود، ويصح أن يكون معناها اضطهاد اليهود الفلسطينيين، فتصح في دلالتها على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول. فماذا يفعل هؤلاء؟ يأخذون المعنى الذي يروق لهم ويتركون المعنى الذي لا يروق لهم. بالمناسبة هذا الأمر أثير على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نصارى نجران في تفسير الطبري، أن نصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تقول أنه كلمة الله فحسبنا، فأنزل الله جوابا عليهم قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا عندما نقول اضطهاد اليهود تدل على المفعول وتدل على الفاعل، وعندما نقول أيضا كلمة الله تدل على الفاعل وتدل أيضا على المفعول. فقد يقال بأن القرآن كلمة الله، وقد يقال عن ما خلق بكلام الله كن بأمر التكوين، نعم، كن يقال، نعم، عنه أيضا بأنه كلمة الله صلى الله عليه وسلم. طيب فضيلة الدكتور، السيد المسيح صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وهو ينام وهو يأكل وهو يشرب، ماذا كان يعتقد بنفسه في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ إيه سبحان الله، المسيح عليه الصلاة والسلام في الإنجيل وفي القرآن واحد، بمعنى أنه ما كان يدعي لنفسه إلا النبوة. الآن عندك هذا الكتاب المقدس، نعم، افتح من الجلدة للجلدة لن تجد فيه نصا واحدا يدعي فيه المسيح أنه كان إلها، الله، أنه كان معبودا. لم يقل اعبدوني ولو لمرة واحدة. العلامة ديدات رحمة الله عليه أثار هذا السؤال على ستانلي شوبرج كبير قساوسة السويد، وقال له: أضع رأسي تحت مقصلة إذا أحضرت لي نصا واحدا يقول فيه المسيح أنا الله أو يقول اعبدوني. لكن عافاه الله تبارك وتعالى من المقصلة، لأنه لا يوجد دليل في الكتاب المقدس، نعم، على هذه المسألة، نعم. الآن دعني أقرأ لك بعض ما يقوله المسيح عليه الصلاة والسلام في الكتاب المقدس. أي. في يوحنا 8:40 يقول المسيح عليه الصلاة والسلام: تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان، الله أكبر، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. فهو يقول عن نفسه أنه إنسان، نعم. لاحظ ما قال عن نفسه أنا ناسوت ولاهوت ولاهوت متجنس ومتأنس وناسوت متجسد، لا كل هذا ما عنده خبر عنه، قال أنا إنسان. نأخذ دليل آخر، المسيح يقول في حسب يوحنا 13:13 يقول للتلاميذ: أنتم تدعونني معلما وسيدا، أنتم بتقولوا عني معلم، طيب، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، أنا فقط معلم وسيد. ونحن نؤمن به عليه الصلاة والسلام أنه كان معلما وسيدا من سادات خلق الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم. مرة ثالثة في يوحنا 17:3 المسيح يخاطب الآب، يقول: أيها الآب، ثم يقول في السطر الذي بعده: الحياة الأبدية، يعني الجنة، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت يا الله أيها الآب، الآب يعني أصل الخالق، أيها الآب، الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وهذه باختصار ماذا تعني؟ لا إله إلا الله المسيح رسول، المسيح الله. رسول الله. أنا أقولها وأنت تقولها والمسيح، نعم، يقولها. كنت قبل فترة في محاضرة في الجزائر وكان معنا مسيحيين حضور أو مسيحيات حضور، فقلت للحضور: من يؤمن بهذا يصفق. فصفق الجميع، هي ما صفقت. قلت: ليش ما صفقتي؟ لماذا لم تصفقي؟ ألا تؤمنين بقول المسيح عليه الصلاة والسلام؟ مرة قلت هذا لأخرى فقالت: لو قلت نعم لكنت مسلمة مثلكم. وهم لا يؤمنون بكلام المسيح في الإنجيل الذي يعتبرونه من عند الله. مرة أخرى المسيح عليه السلام يقول في متى 13:57 يقول: أم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطني. فيعتبر نفسه مجرد نبي كسائر الأنبياء، ويقول: ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. فهو يعتبر نفسه نبي، ولذلك ينبغي أن يسير 3 أيام حتى يخرج من أورشليم، لأن أورشليم هي قاتلة الأنبياء. فإذا المسيح عليه الصلاة والسلام في هذه النصوص كان يعرف نفسه ويقدم نفسه للناس على أنه نبي ورسول، وهذا الذي نحن نؤمن به. يعني لما المسيح يقول أنا إنسان، أنا إنسان، طيب إذا أنا قلت بأنه إنسان هل سأدخل إلى النار؟ طيب أنا أردد ما قاله المسيح عليه الصلاة والسلام عن نفسه، هو يقول: تريدون قتلي وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، وأنا أقول بأنه إنسان، هل تتوقع أن يعذبني في نار جهنم لأني قلت مقالته عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أتوقع ذلك. جميل جميل،
طيب يعني المسيح إنسان، المسيح رسول، المسيح من أفضل خمسة في البشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، هذا في عينه وفي عين المسلمين. طيب المسيح في عين تلاميذه كمان نفس الموضوع. إذا كان المسيح هو يقدم نفسه كإنسان، أنت ماذا تتوقع من تلاميذ المسيح؟ لن ينظروا إليه إلا على أنه إنسان عليه الصلاة والسلام. لا فضلت دكتور، مش عايز توقعات، أنا عايز نصوص. طيب ماشي خلاص، أنا عايز نصوص ولا يهمك. تفضل. نبدأ بسمعان بطرس اللي هو كبير الحواريين. نعم. في أعمال الرسل 2:22 يلقي خطبة على مسامع اليهود، نسمع هذه الخطبة. جميل. يقول: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل، ما قال إله، ما قال لاهوت حل في ناسوت، ولا قال ناسوت حل في لاهوت، ولا شيء من الكلام هذا. قال رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب، الآيات المعجزات صنعها الله بيده. الصانع للمعجزات الحقيقي هو من؟ هو الله عز وجل. صنعها على يد من؟ على يد عيسى. كما من شق البحر؟ الله. على يد من؟ على يد موسى. صنعها الله بيده في وسطهم. إذن هذا كبير الحواريين بطرس. في لوقا 24:19 اثنين من التلاميذ لقوا المسيح بعد حادثة الصلب المزعوم، في حادثة القيامة، فهم زعلانين. بيسألهم المسيح ليش زعلانين؟ ليش يا جماعة زعلانين؟ قالوا أنت ما سمعت الأخبار؟ قال لهم أي أخبار؟ قالوا المختصة بيسوع الناصري. نأخذ العبارة: يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا. كان إنسانا نبيا. طب أنا أسألك، ما هو معتقدك أنت؟ إنسانا نبيا. ما هو معتقدي أنا؟ إنسانا نبيا. لكن أقول ما هو معتقد المسيحيين اليوم؟ إنهم يخالفون قول تلاميذ المسيح. بالمناسبة هذا القول وين قاله التلاميذ؟ أمام المسيح عليه السلام. هل صحح لهم؟ هل قال لهم أنتم كفار، معتقدكم زي معتقد المسلمين؟ لا 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 أبدا، قبل منهم المسيح ذلك. فأنا أسأل، لماذا لا يقبلون منا ما قبله المسيح من تلاميذه عليه الصلاة والسلام؟ الله. نأخذ مثال ثالث. تفضل. المرأة السامرية التي رأت أعاجيب المسيح في يوحنا 14:9، رأت معجزات المسيح، ما هي النتيجة التي وصلت إليها المرأة السامرية؟ قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نبي. يا سيد أرى أنك نبي. فقبل منها المسيح ذلك وما عقب عليها. الأعمى، الأعمى اللي وردت قصته في يوحنا 9، قالوا له بعد أن شفى عينيه، والنصارى بيقولوا خلق له عينين. طيب ماشي، هذا الأعمى الذي حصلت معه هذه المعجزة، ما هو موقفه من المسيح عليه الصلاة والسلام؟ يقول: قالوا له كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع. إنسان يقال له يسوع. فماذا سمى المسيح؟ سماه إنسانا، وهو الذي خلقت له العينين كما يقولون على يد المسيح عليه الصلاة والسلام. بس أنا حسأذن حضرتك تكمل لنا النص ده اللي هو بتاع الأعمى. أنت تريد أن تقول ما قاله لي بعض القصص في المناظرات. قالوا النص يقول: أتؤمن بابن الله، كما في الفان دايك، صح كده؟ هي كل حاجة بتيجي من الفان دايك. بصراحة في الفان دايك يقول: أتؤمن بابن الله، وهذا الكلام غير صحيح، لأن النسخ الأخرى كلها تقول: أتؤمن بابن الإنسان. أتؤمن بابن الإنسان. جميل. هذه نسخة الترجمة العربية المشتركة. النسخة دي حضرتك الآن موجود فيها أتؤمن بابن الإنسان؟ طبعا، وحط الكادر عليها وشوف. أتؤمن بابن الإنسان اللي هي ابن الله في الفان دايك تحولت في هذا النص إلى ابن الإنسان. إذا خلصت منها بين قدام السادة المشاهدين الآن هي. تؤمنوا بابن الإنسان. نعم. طيب خليك الكادر شوية معايا عشان أوريك نسخة ثانية تقول نفس الكلام. شوف أعلى الصفحة: أتؤمن بابن الإنسان. ننزل النسخة الثانية. أتؤمن بابن الإنسان. تمام. إذا عندنا الآن ندخل على النسخة الثانية كمان. نعم، ما حطها لسه. طيب ماشي. سوين. أتؤمن بابن الإنسان. جميل. طيب إذا عندنا الآن هذه النسخة الرهبانية اليسوعية تقول بابن الإنسان. الترجمة العربية المشتركة اللي أنجزوها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستان تقول بابن الإنسان. جميل. بس الفان دايك هي اللي بتقول أتؤمن بابن الله. فأنا أقول لا يصح استشهادك ولا استشهاد غيرك بهذه النسخة. فمعظم التراجم العالمية، وبالمناسبة الأصول اليونانية، تقول أتؤمن بابن الله.
بابن الإنسان ولا تقول بابن الله، فهذا تحريف متعمد وقع به طابعون نسخة البندق. الله يسامحهم. طيب يا فضلت الدكتور أحسن الله إليكم، ليش يسامحهم؟ الله يكافيهم بما هم أهل له، لأنهم بيغشوا الناس. نعم نعم، أحسن الله إليكم. لو نزلنا للشارع في أيام السيد المسيح، نعم، احنا شفنا معتقد هو في نفسه، شفنا معتقد التلاميذ فيه. طيب لو نزلنا للشارع وشفنا الناس وكلمناهم، الناس اللي شافوه وعايشوه وكلموا، ماذا كانوا يعتقدون فيه؟ حلو، خلينا نرجع بالتاريخ 2000 سنة ونشوف تلاميذ المسيح أو مش تلاميذ المسيح، نشوف الناس اللي بالشارع إيمانهم بالمسيح إزاي. نعم. هل يؤمنون به إلها أم يؤمنون به نبيا؟ نبدأ بمتى 21 على 11، بيذكر لنا أنه مرة من المرات المسيح دخل أورشليم دخول الأبطال، والناس من محبتها للمسيح خلعت ملابسها وفرشتها في الأرض حتى ما يمشي على الأرض، يمشي على ملابسهم، قطعوا أغصان الشجر وحطوه بين رجلين المسيح حتى المسيح ما يمشي عليه الصلاة والسلام، ما يمشي على الأرض. بدي أسألك سؤال، الجموع اللي بتعمل هذا العمل مؤمنة بالمسيح ولا كارهة للمسيح؟ الناس اللي بيحبوا المسيح وبيستقبل مؤمنة. ممتاز، خلينا نشوف الناس المحبة دي ونسألها، أنا وإنت نسألهم إيش رأيهم في المسيح. في متى 21 على 11، فقالت الجموع، نسمع، هذا يسوع. الآن شوف الكلمة اللي بعدها لأنها جدا خطيرة، هذا يسوع النبي. ما قالوا هذا يسوع اللاهوت اللي حل في الناسوت، ما قالوا هذا يسوع الإله اللي ظهر في الجسد، لا لا أبدا، قالوا هذا يسوع النبي. هذا شاهد أول. خذ شاهد ثاني، متى 21 على 45، لما أراد اليهود أن يقبضوا على المسيح خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي، بدرجة نبي. لما أحيا المسيح ابن الأرملة، معجزة عظيمة، رأى الناس هذه المعجزة، لوقا 7 على 16، ماذا كانت ردة فعلهم؟ فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قام فينا نبي عظيم، قام فينا نبي عظيم. لما أطعم 5000 إنسان من 5 أرغفة، معجزة عظيمة، معجزة هائلة، يقول يوحنا 6 على 14، فلما رأى الناس الآية، الناس كل الناس لما رأوا الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. معتقدهم مثل معتقدنا، هذا هو النبي الآتي إلى العالم. فما زاد اعتقاد الناس والجموع المؤمنة المحبة على أن قالت بأنه نبي. طيب يا سيدنا، هؤلاء من أحبوه ومن آمنوا به ومن فرشوا له الورود والرياحين كانوا يعتقدون في هذا المعتقد، طب أعداؤه؟ طيب أنا أسألك، أتفضل، إذا هو يقول عن نفسه أنا إنسان نبي، وتلاميذه قالوا عنه إنسان نبي، والجموع المحبة له قالت عنه بأنه إنسان نبي، أنت بتتوقع أعداؤه ينكرون ماذا؟ من عايز أعرف. طيب معلش، إذا هو يدعي الألوهية حينكروا إيش؟ الألوهية. إذا هو يدعي النبوة حينكروا النبوة. خلينا نشوف هم ينكرون النبوة أم ينكرون الألوهية. تمام. مثلا في متى 12 على 38، قالوا يا معلم نريد أن نرى منك آية، عايزين نشوف منك معجزة. معجزة على إيش؟ معجزة على ألوهيته ولا على نبوته؟ المعجزة تدل عادة على النبوة. عايزين نشوف منك معجزة. فقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية، عايزين آية، ولا تكون له إلا آية يونان النبي، سأصنع معجزة يونس عليه السلام. طب أنا أسألك، لو هم يريدون دليلا على ألوهيته هل تكفي معجزة يونان؟ لا تكفي، لكن قبلوا منه ذلك لأنه يدعي النبوة كما كان يونس عليه السلام يدعي النبوة. إذن هذا اليهود الغير مؤمنين. تمام. غير مؤمنين بنبوته مش بألوهيته. ناخذ نص آخر، لوقا 7 على 39، رجل فريسي دعا المسيح إلى وليمة، حصلت قصة لمسه للمرأة الزانية، فتكلم هذا الفريسي في نفسه، تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا، لو كان هذا مش إلها، لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه. إذن هو ينكر ماذا؟ النبوة. ينكر نبوة المسيح عليه الصلاة والسلام. طب أنا أسألك سؤال، الشيطان الرجيم
هل كان يعرف ألوهية المسيح أم جاهلا ما بها؟ هو من ضمن الأعداء، فأنا عايز أعرف، ما هو من ضمن الأعداء اللي عايز أعرف. طيب لما يذكر لنا الكتاب المقدس بأن الشيطان جرب المسيح 3 تجارب وأخذوا إلى جبل عالي جدا وقال له أعطيك جميع ممالك العالم إن آمنت وسجدت لي، هل كان الشيطان يعرف أن هذا الذي يعرض عليه ممالك العالم كلها هو الله؟ لو كان يعلم بأنه هو الله عز وجل لما امتحنه، ما جرؤ على الاقتراب. هذه القضية تمتنع عقلا أصلا يعني. أيوة، فإذا الشيطان أيضا كان جاهلا بألوهيته. نعم. إذا من الذي كان يعلم ألوهية المسيح؟ إذا المسيح لا يعرفها، تلاميذ المسيح لا يعرفونها، أيضا جموع مؤمنة لا تعرفها، أعداء المسيح يكفرون بنبوته ولا يكفرون بألوهيته، إذا من الذي كان يدعي ألوهية المسيح؟ أنا في الحقيقة طيب لم أجد هذا تتحملني في الكتاب المقدس جدا جدا. أقول لفضلتك الكنيسة تدعي الآن أنها تعرف ألوهية السيد المسيح. طيب ماشي، من وين؟ وتستند إلى بعض النصوص وبعض الأدلة. أعطينا واحد يا عمي. طيب، قالوا أنه قال عن نفسه أنه ابن الله. ممتاز. إيش معنى ابن الله؟ وهل المسيح فقط هو الذي وصف في الكتاب بأنه ابن الله؟ دعني يا أخي الكريم أعدد لك من الكتاب المقدس أبناء لله كثر، وأنا أعجب لماذا الكنيسة لا تدعي ألوهيتهم. نأخذ مثال. أول شيء نبدأ بآدم. آدم في إنجيل لوقا في الإصحاح 3 يقول آدم ابن الله، آدم ابن الله، وأنا أقول بالحرف الواحد. نعم. طيب لما لا يقولون بألوهية آدم؟ لا. نص آخر أيضا في لوقا يقول مثل الملائكة وهم أبناء الله. لا. مثل الملائكة وهم أبناء الله. في سفر هوشع يقول لستم شعبي بل أبناء الله الحي. كل المؤمنين من اليهود سماهم في الكتاب المقدس أبناء الله الحي. إذن هذا اللقب، لقب ابن الله، ليس خاصا بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وصف به الملائكة، وصف به آدم، وصف به كل مؤمن، لذلك يقولون أبانا الذي في السماوات وهم أبناء الله. طيب إذا هذا المعنى ليس كافيا في الدلالة على لاهوت المسيح. خليني بس أقول لك حاجة. فضل. هناك نص في سفر العدد في الإصحاح 23 إذا المسيح ابن الله فهو في مواضع أخرى 84 موضع قيل عنه ابن الإنسان. ابن الإنسان. ابن الإنسان. طيب إذا حطينا مرة ابن الله ومع 84 مرة ابن الإنسان يطلع أيتهما أكثر؟ المسيح يقول أو سفر العدد يقول ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. فإذا المسيح ليس الله عز وجل وليس ابن الله تبارك وتعالى بالطبيعة. طيب برضو ليتك تتحملني. جدا. قالوا أنه قال في إنجيل يوحنا 10:30 أنا والآب واحد، ودي بصراحة يعني. طيب خليني قبل أجاوبك عنها بس طبعا. تذكرت أمر مهم بخصوص طبعا. هذه البنوة. الآن أخي الكريم، ما معنى كلمة ابن الله في الكتاب المقدس؟ في إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول فقرة 12 يقول وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، أي المؤمنون باسمه. فمعنى ذلك معنى ابن الله هو عبد الله المطيع. الله وليس معناها يفسر المعنى. أيوة، وليس معناها ما تزعمه الكنيسة هنا وهناك من أقوال ليس عليها أي دليل. الآن نرجع لسؤالك، إيش كان هذا سؤال حضرتك؟ يقول أنا والأب واحد. ممتاز. ما معنى كلمة أنا والأب واحد؟ الوحدة تأتي على نوعين، وحدة ذات تتراكب في بعضها، ووحدة مجازية اللي هي بنسميها وحدة هدف. نعم. خليني أضرب لك مثال لوحدة الهدف. نعم. مثلا في كورنثوس الأولى في الإصحاح 3 يقول بولس أنا غرست وأبل السقى، الغارس والساقي هما واحد. إيش يعني هما واحد؟ هل يعني إنه بولس هو أبلس وأبلس هو بولس؟ لا، يقول فإننا نحن عاملان مع الله. إذا الوحدة هنا وحدة مجازية. نعم. طيب لما نأخذ مثلا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان واحدا. نعم. يعني هو الإنسان وزوجته يصبحان جسدا واحدا؟ لا. لا، ليس المقصود وحدة الذوات، إن المقصود وحدة هدف. المسيح عليه الصلاة والسلام متحد مع الله تبارك وتعالى اتحاد هدف. يعني مثلا أنا أحب المسيح والله يحب المسيح، فإذا أنا والله نحب المسيح ليس معناها أنه أنا هو الله والله هو أنا.
خلينا نضرب أمثلة على ذلك من الكتاب المقدس توضح لنا هذا المعنى. نعم. المسيح عليه الصلاة والسلام يقول في إنجيل يوحنا في الإصحاح 17، يتكلم عن تلاميذ المسيح، ليكون الجميع، اللي هم تلاميذ المسيح، ليكون الجميع واحدا كما، لاحظ كلمة كما، كما تعني مثل ما، يعني مثل ما هم واحد أكون أنا وإنت واحد. إذا الوحدة هنا مجازية حتكون الوحدة هنا مجازية، لأنه النص يقول كما. إذا كانت الوحدة هنا وحدة ذات، هنا حتكون وحدة ذات لأن النص يقول كما. نقرأ النص. ليكون الجميع واحدا كما أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا تلاميذ المسيح، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، تلاميذ المسيح ليكونوا هم أيضا واحدا. إذن كلمة كما توضح لنا أن الوحدة هنا زي الوحدة هنا. نعم. فالآن أسألك، وحدة التلاميذ مع بعضهم هل هي وحدة ذات متراكبة في بعض ولا وحدة مجازية؟ وحدة مجازية. ممتاز. وكلمة كما تفيد لنا أن وحدة المسيح مع الله عز وجل كانت وحدة مجازية، لذلك يقول في تكملة النص ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. نعم. ليكون التلاميذ واحدا، وحدة مجازية، كما أننا أي الله والمسيح واحد. إذن هذه الوحدة كانت في الحقيقة وحدة مجازية. أخي الكريم، لما قال المسيح هذا النص، اليهود فهموا زي ما فهموا المسيحيين اليوم أنه هو يدعي الألوهية، فتناولوا حجارة ليرجموه. فقال لهم ليش ترجموني؟ أنا إيش اللي عملت لكم؟ أنا عملت معجزات. قالوا لسنا نرجمك لأجل عمل صالح، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. نعم. ففهموا من هذا النص ما فهمه نصارى اليوم بأنه يدعي الألوهية. فماذا قال المسيح عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أليس مكتوبا في ناموسكم، في المزمور 4:8-6، أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم؟ الناموس المزمور ألا يقول عنكم جميعا بأنكم آلهة؟ 82 ماشي يا عم، جل من لا يخطئ. المزمور 82:6 يقول كلكم آلهة. طيب إذا أنا قلت عن نفسي بإني إله أصبح أنا زنديق، وإذا أنتم قلتوا عن نفسكم أنكم آلهة تصبحون عباد لله صالحين. نعم. يقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله، اللي هم اليهود، آلهة ولا يمكن أن ينقض الناموس، أتقولون للذي قدسه الآب، أنا الإنسان الذي طهره الله وأرسله إلى العالم، إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله؟ إذا كتابكم يعتبركم كلكم آلهة ما في مشكلة، إذا أنا قلت عن نفسي بأني إله فإذا أنا لا أخرج عن المعنى. نعم. الموجود في كتابكم وهي الألوهية المجازية بمعنى سيد، كما قال الله عن موسى عليه السلام جعلتك إلها لفرعون. لفرعون إلها. نعم. اللي في العرض يعني مش معناته أنه رب يعبد، إنما يعني أنه مسلط عليه. جميل، أحسن الله عليكم سيدنا. يعني حتى من فهموا من كلمة السيد المسيح صلى الله عليه وسلم أنه إله، هو نفسه أنكر عليهم هذا الفهم. نعم. لم يقبل منه. نعم. طيب نص آخر، قالوا أنه قال الذي رآني أو من رآني فقد رأى الآب. حلو. طيب أنت شاطر في الكيمياء وفي المعادلات تبع الكيمياء؟ لا، خسارة، بدنا مقدم ثاني. طيب ماشي، ناخذ الذي رآني فقد رأى الآب. طيب إيش رأيك نكمل المعادلة؟ الذي ضربني فقد ضرب الآب. صار عندنا مشكلة كثير. طيب الذي رآني رأى الآب، الذي قتلني قتل الآب. لا، ما تقبلها كثير. الذي رآني رأى الآب، إذا أكلت أكل الآب. لا. إذا عطشت عطش الآب. لا لا لا. إذا مت مات الآب. تفاعل كده خلاص. إذا أنت طلعت شاطر في الكيمياء وأنت مش عارف. أخي الكريم، لا يصح الاعتقاد بأن هذا يدل على ألوهية المسيح. نعم. لأنه يؤدي إلى نتائج لا يقبل بها أحد. وبعدين أنا أعجب كيف يستدلون بهذا النص وهم أيضا لا يؤمنون بأن المسيح هو الآب. فبالتالي أقول الاستشهاد بهذا النص غير صحيح. طيب أحسن الله عليكم يا سيدنا الدكتور، نص آخر برضو، قال أنا في الآب والآب في. ماشي، إحنا قبل شوية مرت معانا. يقول وأنا فيهم وأنت في، في يوحنا 17:23 يقول أنا فيهم وأنت في، إذا صار الله في المسيح وفي التلاميذ. نعم. إذا كان هذا بيدل على لاهوت المسيح، فهذا اللي في يوحنا 17 يدل. نعم. على إيش؟ على لاهوت التلاميذ كله. أحسن الله. نعم. طبعا عندنا إشكالية. نعم. كبيرة بقى. تفضل. في رسالة تيموثاوس الأولى.
اللي هي عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يعني انت مصر على انه النص هو بالشكل كده؟ انا بقول اللي بيقولوه. انت بتستخدم النص ده، انت بتستخدم الفان دايك يقول الفان دايك الله ظهر في الجسد. حلو عندك، لكن العلماء لهم رأي اخر في هذا النص. اخي الكريم تفضل. لو رجعنا الى النصوص في الاصول اليونانية ليس فيها كلمة الله، هذا النص لم تستشهد به الكنيسة في يوم من الأيام عندما كانت ترد على الأريوسيين. لماذا؟ لأنه لم يكن دليلا على ألوهية المسيح، لأن النص كان في النسخ القديمة عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. النسخة هذه اللي كتبها علماء كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت تقول الذي ظهر في الجسد. لماذا؟ لأن كل الأصول اليونانية لم يكن فيها كلمة الذي. لذلك الأب متى المسكين يعترف بهذا في شرحه لإنجيل متى، ويقول بأن كل الأصول اليونانية لم يكن فيها كلمة الله، إنما كان فيها كلمة الذي. ويقول بأن هذا النص ظهر بكلمة الله في النسخ الحديثة اليونانية الحديثة، أما النسخ القديمة فليس فيها كلمة الله، كل اللي فيها عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. فإذا النسخة اللي أنت بتستشهد فيها نسخة الفان دايك محرفة في هذا النص، وما قاله الآباء اليسوعيون أيضا في النسخة الأخرى في هذه النسخة أيضا نفس الشيء. لا أنا حستأذنك أسمع تاني اعتراف الأب متى المسكين عن هذا النص. الأب متى المسكين أخي الكريم يقول كل النسخ القديمة ليس فيها كلمة الله، فيها كلمة الذي. كلمة الله ظهرت في النسخ اليونانية الحديثة، وهو أيضا يفسر لنا سبب وجود هذا الاختلاف. يقول الفرق بين كلمة الله مختصرة وبين كلمة الذي كالفرق بين الجيم والحاء. عفوا أنا نسبت الكلام للأبة المسكين، معليش أنا غلطان، هذا كلام القس جيمس أنس في كتابه علم اللاهوت النظامي، أنا غلطان. طيب يقول القس جيمس أنس، وهذا الكتاب عربه القس الدكتور مانيس عبد النور، يقول ليس فيه فرق بين كلمة الذي وكلمة الله بصيغتها المختصرة إلا كالفرق بين الجيم والحاء. ويقول فقام أحد النساخ بزيادة هذا الخط الصغير، هو يشبه النقطة، فقام بزيادته فصارت عندنا كلمة جديدة، بدل كلمة الذي صارت كلمة الله. مين السبب؟ السبب أحد النساخ، الأب يقول الأب القس جيمس أنس يقول أحد النساخ هو الذي قام بزيادة هذا الخط الصغير لتتحول الكلمة وليصبح عندنا دليل على لاهوت المسيح، دليل لم يكن موجودا في العصور السابقة. يعني حضرتك عايز تقول ان النص ده لو رجعنا للأصول السليمة الصحيحة اللي موجودة الآن سليمة من حيث وجودها، لا من حيث ان هي مكتوبة كوحي إلهي بتقول الذي وليس الله. أكيد 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 أكيد. نعم. طيب جميل، في نقطة خطيرة نعم بتثار دايما. نعم. بيقول لك ان هو كان بيفعل الشيء ده، حضرتك قلت مثلا لما أكل ولما شرب ولما نام، بيقولوا ان هذه الاشياء كان يفعلها بناسوته، وقالوا ان ما يناسب الناسوت فهو للناسوت وما يناسب اللاهوت فهو للاهوت. المشكلة يا اخي اللي تواجه المسيحية انه اللي يقرأ الكتاب المقدس لا يرى في المسيح الا انسانا. المسيح حسب الكتاب المقدس اكل وشرب وجاع ونام، يعني كل ما يتعرض له البشر تعرض له المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب هم الأمام مشكلة حقيقية، إنه المسيح حسب الكتاب كان مجرد إنسان، وحتى في نصوص بكى وفي نصوص عبد الله عز وجل. اسمح لي أقرأ لك نص مثلا، يقول المسيح كان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. المسيح كان يصلي، كان يعبد الله عز وجل. مثلا في لوقا 6:12 خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله، كل الليل وهو يصلي لله تبارك وتعالى. فأنا أسألك، المسيح إذا كان هو الله فلمن كان يصلي؟ الله لمن يصلي؟ الله كان يصلي لله. أنا مرة سألت أحد القصص في مناظرة، سألته المسيح وهو يصلي لله هل كان مستحقا للعبودية؟ يعني ممكن هو في لحظة الصلاة لله ممكن أنا أصلي للمسيح؟ عجيب، كيف هو يكون في قمة التذلل لله عز وجل وأنت تجعله في قمة العبودية المستحق للعبادة؟ أعود إلى سؤالك أخي الكريم، ما يزعمه البعض من أن المسيح له طبيعتين مش موجود في الكتاب المقدس، يعني هذه كلمة الناسوت واللاهوت
هذه غير موجودة في الكتاب المقدس، هذه ابتدعتها المجامع وآباء الكنيسة. ملهاش وجود خالص يا أخي، ابحث هذا الكتاب. يعني عندك. يعني نقول رقبتنا والمقصلة ومنخافش؟ أيوة أيوة. لا لا لا، ومعك هننجز من أجل الشيخ ديادات، هتنجز إن شاء الله بإذن الله. يا أخي معك الكتاب من هنا للصبح. إذا لقيت في كلمة ناسوت ولاهوت تعال قل لي. الكتاب لم يعرف المسيح إلا كإنسان، أما كلمة الناسوت واللاهوت غير صحيحة. لكن هناك معضلة أكبر أخي. الكنيسة تزعم أن المسيح له طبيعتين، لكن الكنيسة الأرثوذكسية تقول لا، المسيح له طبيعة واحدة. لما نقول طبيعة واحدة يعني ما فيش ناسوت ولاهوت، يعني الناسوت واللاهوت اندمجتا في طبيعة واحدة. فلذلك لما يأكل المسيح مين اللي بيأكل؟ الناسوت واللاهوت. نعم. فالمسيح يأكل، إذن الذي أكل هو اللاهوت والناسوت. أخي الكريم، أنا أسألك سؤال، حسب المسيحيين هل كان الناسوت يفارق اللاهوت؟ لا لا، يقولون الناسوت ولم يفارق اللاهوت. يعني ما كانت الألوهية طائية زي الطائية اللي حاططها حضرتك، يضعها المسيح فيصبح إلها، يشيلها فيصبح إنسانا. هو كان في كل لحظة إنسان وإله. نعم. إذن لما كان بيأكل كان إنسان ولا كان إله؟ هو كان مش عارف. لا، كان إنسان وإله في نفس اللحظة، حسب معتقد الكنيسة كان إنسانا وإلها. عندما كان يقضي حاجته كان إنسانا وإلها، عندما كان طفلا يبكي في حضن أمه كان إنسانا وإلها. فبالتالي ما تستطيع أن تفصل الأفعال الناسوتية عن الأفعال اللاهوتية، كان دائما هو ناسوت ولاهوت. خلينا نقول هذا معتقد مش من عندي يا أستاذي. تفضل. هذا معتقد تعتقده اليوم الكنيسة الأرثوذكسية، والآباء الأوائل حتى قبل الانشقاق الكنسي كانوا يعتقدون هذا. خلنا نذكر لك بعض الأقوال. تفضل. القديس أغريغوريوس اللي هو إسقف نيصص في عام 395 ميلادي. نعم. يقول وهو يفسر هذا هو ابن الحبيب، يقول لا تطلبوا لتجسده على الأرض أبا، ولا تطلبوا له في السماء أما، ولا تفرقوا بين لاهوته وناسوته، لا تفرقوا بين لاهوته وناسوته، لأنه بعد اتحاده غير منفصل. أيوة. وغير مختلط. ثم يقول إذا رأيت ابني قد جاع أو عطش أو نام أو تعب، الأفعال اللي هي بيقولوا أفعال مين؟ أفعال الناسوت. إذا رأيته يفعل أفعال الناسوت فلا تحسب ذلك لجسده دون لاهوته. ما تقول هذه أفعال للجسد واللاهوت ما له علاقة فيها، لأنه هي أفعال للاهوت وللجسد. وإذا رأيت ابني يشفي المرضى ويطهر البرص بالقول ويصنع أعينا من طين إلى آخره، فلا تحسب ذلك للاهوته دون ناسوته، لأن الأفعال العالية ليست لواحد والمتواضعة لآخر. ما في فرق بين الناس واللاهوت. كلام خطير جدا يا دكتور. أخي الكريم، هذا الكلام تقوله الكنيسة. يعني في نص مثلا أظن في إنجيل لوقا، لما المرأة قالت للسيد المسيح طوبى للبطن التي حملتك والثديين اللتين رضعتهما ولذين رضعتهما. يعني أقدر أقول بهذا الكلام ووفق هذا المفهوم إن اللاهوت كان يرضع أيضا؟ أخي، في عقيدة مشهورة في التاريخ الكنسي، الإله الذي تألم، عقيدة الإله الذي تألم. أخي الكريم، حتى أثبت لك إنه هذا مش رأي شاذ في الكنيسة، عايزين حد تاني. البابا كيرلس بابا الإسكندرية الذي توفي في عام 444 ميلادي، وهذا اللي قاد مجمع أفسس في عام 430، يكتب رسالة للقيصر يقول له إنا لا نعري الناسوت من اللاهوت. ما في ناسوت ولاهوت، لا نعريه من بعض، هو ناسوت ولاهوت في كل لحظة. إنا لا نعري الناسوت من اللاهوت، ولا نعري الكلمة من الناسوت بعد ذلك الاتحاد الغامض الذي لا يمكن تفسيره، بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من مشيئتين قد اجتمعتا إلى واحد مؤلف من كليهما. فإذا هو يعتبره ناسوت ولاهوت. ناخذ رأي ثالث، بروكلوس أسقف القسطنطينية في عام 435 يكتب رسالة إلى كنيسة أرمينيا يقول إن اللاهوت اشترك في ضعف الناسوت، اللاهوت اشترك في ضعف الناسوت، أي إنه تألم وعرف بطريقة فعلية حقيقة تألم الجسد والحزن والموت، اللي هو مين؟ اللاهوت. فإن الذي تألم وعطش وجاع وفي نهاية المطاف مات وقام من الأموات هو يسوع المسيح، هو الكلمة المتجسد أي الأقنوم الثاني، الأقنوم الثاني من أقانيم اللاهوت. إذن
هو ينسب هذه الأفعال التي يعتبرها بعض الناس أفعال ناسوتية، الأكل، الشرب، الموت، ينسبها إلى من؟ إلى هذا الاتحاد، إلى المسيح. فالمسيح أكل بناسوت ولاهوت. أخي الكريم، التفريق بين الناسوت واللاهوت يؤدي إلى تدمير العقيدة المسيحية في مفصل من أهم مفاصلها، وهو مسألة من الذي مات عنا. أنا أسألك سؤال أخي الكريم، حسب رأي الكنيسة، هل المسيح بناسوته يصلح كفارة لخطايانا كلنا؟ لا. طيب كيف أصبح المسيح كفءا لكل البشرية؟ بحلول اللاهوت فيه. ممتاز. إذن إذا صلب بناسوتي فالذي صلب إنسان مثلك، فإذا الكفارة ما تمت. وهذا ما قالوه في كتبهم ونص عليه. أيوة. ومشنودة كمان نصوا عليه ليقولوا بأن الذي صلب هو اللاهوت. نعم. فإذا كان اللي مات عنا هو ناسوت فهذا يكافئني ويكافئك، لكنه لا يكافئ البشرية برمتها، وإلا كان آدم أحق بأن يصلب. لا، أنا عايز حضرتك توضح للمشاهد يعني النقطة دي، قضية الكفارة المحدودة واللا محدودة، عشان يبقوا فاهمين القضية. الكنيسة تقول بأن هناك ذنبا لا محدودا في حق الله تبارك وتعالى ارتكبه آدم حين أكل من الشجرة. نعم. هذا الذنب اللا محدود يحتاج إلى كفارة لا محدودة. طيب إذا كان آدم إنسان محدود، هل يصلح؟ لا، لا يصلح. أنا وإنت هل نصلح؟ لا. ليش؟ لأننا محدودين. طيب أسألك، جسد المسيح أما كان محدودا؟ نعم. نعم. طيب كيف أصبح المسيح لائقا بالكفارة وهو إنسان محدود؟ حسب معتقد القوم لما حل فيه اللاهوت. ممتاز. إذا المسيح مش بناسوته صار مكافئا للكفارة. نعم. إنما بلاهوت. بلاهوت. فإذا ينبغي أن يموت من حتى يكافئ البشرية كلها؟ ينبغي أن يموت اللاهوت. أما إذا مات الناسوت فناسوت المسيح مثله مثلي، ما استفدنا شيء. ينبغي أن يموت اللاهوت حتى يكافئنا جميعا ويتحقق الفداء. طيب البطرك له تسجيل موجود على اليوتيوب وعلى الانترنت عموما. نعم. متداول. نعم. يقول فيه بطرك الأرثوذكس. نعم. يقول فيه أن كثير، تقريبا أتذكر نص التسجيل، نعم، كثير من الآيات، نعم، يقصد طبعا أعداد في الكتاب، نعم، اللي ضد لاهوت السيد المسيح بيكون حلها الطبيعة البشرية. هل من حق الأرثوذكسي يقول هذه الكلمات؟ بالطبع لا، لأنه يؤمن بأن المسيح له طبيعة واحدة. يعني هذا الكلام هربت إليه الكنيسة الكاثوليكية، لكن الكنيسة الأرثوذكسية والآباء، أنا ذكرت لك ثلاث أقوال، وإلا لو حبيت ممكن نأخذ عشرة كمان لأقوال الكنيسة، أوريغانوس وغيره وغيره، المطران يوسف ريا وكيرلس بسترس في كتابه تجسد فيض المحبة يقولون نفس الكلام. الكنيسة الكاثوليكية من حقها أن تقول، لأنها تقول ناسوت ولاهوت عنده طبيعتين. أما الكنيسة الأرثوذكسية فتقول بأن المسيح له طبيعة واحدة، إذا ما في شيء اسمه ناسوت ولاهوت بعد هذا الاتحاد الغامض الذي يزعمونه. بالراحة تاني، أنا دلوقتي عايز أفهم يعني طبيعتين، ويعني طبيعة واحدة، ويعني مشيئتين، ويعني مشيئة واحدة، ونتيجة هذا الخلاف. ممتاز أخي الكريم. الكنيسة الأرثوذكسية تقول المسيح له طبيعة واحدة، ناسوت ولاهوت امتزجا واتحدا من غير اختلاط ولا انفصال، وصاروا شخصية واحدة. فإذا حسب هذا المعتقد المسيح كان بنفس اللحظة إنسان وإله، فالذي يأكل مش ناسوت، يأكل اللاهوت الحال بالناسوت، أو الناسوت الذي حل فيه اللاهوت. عندما يشرب، عندما يصنع معجزة، فما في انفصال في المسيح بين ناسوت ولاهوت بعد هذا الاتحاد أو هذا الامتزاج. نعم. الكنيسة الكاثوليكية شعرت أنه هذا الموضوع محرج، عندها سيصبح اللي أكل هو مين؟ هو الله الذي حل في الجسد. اللي شرب هو مين؟ الله الذي حل في الجسد. اللي مات هو، أيوة، اللي مات هو الله الذي حل في الجسد. خروجا من هذا ابتدعت الكنيسة الكاثوليكية مسألة ما كانت موجودة عند الآباء الأوائل حتى قبل الانشقاق. ما هي المسألة التي ابتدعوها؟ قالوا ناسوت ولاهوت، المسيح له ناسوت ولاهوت. فلما نيجوا عند أفعال وضيعة، الأكل، الشرب، التبول، النوم، الجوع، العبادة، يقولون هذه فعلها بالناسوت. لما نيجوا على معجزة، أحيا ميتا، فعل كذا، يقول هذه فعلها باللاهوت. فإذا أخي هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لم يعرفه الآباء الأوائل، غير موجود في الكتاب المقدس الذي لم يتحدث ولا لمرة واحدة عن ناسوت
ولعل هود. دعني أسأل سؤال بسيط. نعم. هل قال السيد المسيح صلى الله عليه وسلم أنا نسوت لهود؟ لا أبدا. مش موجودة؟ أبدا. نقدم رقبتنا للمقصلة ومنخافش. برضه أقدمها للمقصلة على حسابي يعني. مش هتشيلهم يا عم. طيب يا دكتور أحسن الله عليكم. بعد هذا الطرح الرائع بل أكثر من رائع، أسأل حضرتك أقول لك هل المسيح هو الله؟ والله أنا بدي أسأل حضرتك. تفضل. أنا سمعت ناس بيقولوا المسيح هو الله وناس بيقولوا هو المسيح ابن الله. فأنا أسأل المسيح هو الله ولا هو ابن الله؟ عندك جواب عن هذا السؤال؟ لا سؤال حير. ده حضرتك ترد عليه بقى. أخي الكريم، المسيح ليس هو الله. باختصار ليش؟ هناك نصوص واضحة تنفي عن المسيح أنه هو الله تبارك وتعالى. مثلا لما المسيح يصف نفسه 84 مرة يقول أنا ابن الإنسان. نعم. ابن الإنسان، ابن الإنسان. نعم. 84 مرة. ويقول لنا النص في سفر العدد 23 عدد 19 ليس الله إنسانا فيكذب، والمسيح يقول تريدون قتلي وأنا, وأنا إنسان. هنا يقول ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. إذن الله ليس إنسان والمسيح قال عن نفسه بأنه نعم. إنسان. والله ليس ابن إنسان والمسيح 84 مرة يقول عن نفسه بأنه ابن إنسان. طيب هذا النص. ناخذ نص آخر. نعم. في مرقس 4:35 يقول لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الله لا ينام، الله لا ينام، بينما الكتاب المقدس يخبرنا بأن المسيح نام في السفينة. إذن المسيح لم يكن هو الله. الله. هناك نصوص أخي الكريم تغاير بين المسيح وبين الله عز وجل، تذكر شخصيتين فلا يمكن هذول الشخصيتين يكونوا شخصية واحدة. مثلا يقول كما أحبني الآب. إذن عندنا محب وعندنا محبوب، والمحب ليس هو المحبوب. مثلا يقول ما سمعته من أبي فهو سمع، وهناك قائل، فالقائل ليس هو السامع. لما يقول أبغضوني أنا وأبي فهناك مغايرة بين الله عز وجل وبين المسيح عليه الصلاة والسلام. لما يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم، إذن في مغايرة بين المسيح وبين الله عز وجل، هناك فرق بين الصاعد والمصعود إليه. عندما يقول أبي أعظم مني، أبي أعظم مني، بالمناسبة هذا النص كان نصا مهما في تاريخ الكنيسة، لأن مذهب التابعية أو الدونية الذين يقولون بأن المسيح أقنوم دون أقنوم الآب، دون أقنوم الآب، أقول هذا المذهب يستند على أدلة من بينها هذا النص، نص يوحنا أبي أعظم مني، فيقولون بأن المسيح بأن الأقانيم ثلاثة وأن الآب أعظم من الإبن وليسوا متساوين. قضية التساوي إنما ابتدعها أثناثيوس في مجمع نيقيا، وإلا فالآباء الأوائل كانوا دائما يعتقدون بأن المسيح وإن كان أقنوما وإن كان أقنوما في نفس جوهر الله لكنه لم يكن مساويا للآب بل كان دونه. أوريغانوس غير كثير من آباء الكنيسة. أنا أقول معظم الآباء الكنيسة الأوائل كانوا يعتقدون. نعم، بل أنا لم أرى من قال بالتساوي قبل أثناثيوس. نعم. إذن أخي الكريم هذه النصوص تتحدث عن مغايرة بين الله عز وجل وبين المسيح. أنا أقول لك هناك نص لا يمكن لمن آمن به أن يقول بأن المسيح هو الله أبدا أبدا، اللي هي قصة عماد المسيح الموجودة في إنجيل متى. لما المسيح عليه الصلاة والسلام تعمد على يد يوحنا المعمدان. نعم. وخرج من بحيرة طبرية. نعم. إذن عندنا هذا أقنوم رقم واحد، ما يهمنا الآن ترتيبه بالأقانيم ماشي. لكن رقم واحد وين مكانه؟ على الأرض. أو على الأرض أي يعني. طلع من الماء على الأرض. نعم. بعدين رأى روح الله قادما عليه على هيئة حمامة. هذا الأقنوم رقم كم؟ اثنين. الأول على الأرض، الثاني فين؟ في السماء يطير، بين السماء والأرض يطير. وسمعوا صوتا من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. إذن عندنا كم إله؟ ثلاثة آلهة، واحد على الأرض، واحد على شكل حمامة بين السماء والأرض، وواحد في السماء. هل هؤلاء الثلاثة واحد؟ الكنيسة تقول واحد. ليس واحدا، لأنه لكل واحد منهم كينونة، وجود الذي يختلف فيه عن وجود الآخر. أنت بإمكانك لو كنت مسيحيا أن تعبد الله الذي في السماء، وأن تعبد الذي على شكل حمامة، وأن تعبد الذي على الأرض على شكل إنسان. فبالتالي أنت تستطيع تقدم عبادة لهذا وعبادة للآخر وعبادة للثالث. لكل من هؤلاء الثلاثة وجود يختلف عن الوجود الآخر، خصائص تختلف عن خصائص الآخر، صفات
تختلف عن صفات الآخر. يعني مثلا هل يمكن أن يقال بأن الحمامة هي الفادي؟ ينسب صفة الفداء للحمامة؟ بالطبع لا. تثبيت قلوب المؤمنين هل ينسب إلى الإبن؟ لا، ينسب إلى مين؟ ينسب إلى الروح القدس. فبالتالي إذن هناك فرق بين هذه الكينونات الثلاثة، لكل منها وجوده الخاص، لكل منها صفاته الخاصة، لكل منها مكانه الخاص، فكيف يقال بأنهم واحد؟ أقول هذه النصوص تشهد بالمغايرة بين الآب والابن والروح القدس وتنفي أنهم واحد. طيب أحسن الله عليكم دكتور، يعني أنا جاء في ذهني حاجة يمكن شردت فيها، الحمامة نعم باعتبارها جسم أو شيء محدود نعم، وحل فيها اللاهوت، هل كانت تصلح للفداء؟ يعني كما لم يصلح المسيح وهو يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط ليكون إلها، فإن الحمامة لا تصلح لتكون نفس كذلك الشيء. نعم نفس الشيء. ليش أخي الكريم؟ نحن ننزه الله تبارك وتعالى الرب العظيم على أن يحل في المخلوقات. أخي الكريم، إذا كنت تؤمن بأن الله يحل في إنسان، ما المانع أن يحل الله في بقرة؟ وهم الذين يعبدون البقرة ماذا يقولون؟ يقولون أن حل فيها، هم يقولون البقرة هذه إله، ولا يقولوا الله حل في البقرة؟ طيب هناك أناس يعبدون الفئران، هناك أناس يعبدون الفئران، لماذا نحن نرفض هذا كله؟ لأن هذا كله لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى، فالله بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، لأن تجسده في المخلوقات هي صفة نقص، والله عز وجل منزه عن هذا النقص ربي تبارك والله وتعالى. والله دكتور هذه من أروع النقاط اللي أنا عايز حضرتك تعرج عليها تاني ونأكدها لكل مشاهد سواء مسلم أو مسيحي. الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى ومقتضيات هذا التنزيه لكل مسيحي يسمع ويشاهد هذه الحلقة الآن، ماذا عساك أن تقول له وأنت تدعوه إلى تنزيه الله وإلى تسبيحه وتحميده وأن ينزي الله سبحانه وتبارك وتعالى عن كل هذه الأشياء وهذه المعتقدات الباطلة؟ أخي الكريم، الله عز وجل ليس كبقية الذوات، هو رب تنزه عن كل ما يمتاز أو كل ما نجده في المخلوقات وفي البشر. فبالتالي نحن المسلمين نؤمن بالله تبارك وتعالى ونؤمن بأسمائه وصفاته ووجوده وذاته على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، ونرفض كل صورة تجسمه وتشبهه تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته سواء كان هذا المخلوق وضيعا أو كريما. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحل بشيء من مخلوقاته، ومن قال بحلول شيء من مخلوقات بحلول الله عز وجل بشيء من مخلوقاته فقد قال كفرا مبينا. نسأل الله العفو والعافية. أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور. طيب هناك مرتكز آخر لمن يؤله السيد المسيح صلى الله عليه وسلم أو يدعي أنه إله، وهو قضية المعجزات، أنه أحيا موتى، أنه فعل معجزات كثيرة لم يفعلها أحد غيره كما يدعونهم من البشر، فهل هذا صحيح؟ أول شيء أخي الكريم، نحن المسلمين نؤمن بأن المسيح عليه الصلاة والسلام فعل الكثير من المعجزات، وأحيي الموتى بإذنه، فهو يحيي الموتى لكن بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا نحن نؤمن بأن المعجزات صنعها المسيح، لكن لا نؤمن بأنه صنعها بقدرته، وهذا الذي قاله بطرس في أعمال الرسل 2:22، قال صنعها الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده، صنعها الله بيده. فالذي شق البحر ليس موسى عليه السلام وليس عصاته، اللي شق البحر هو الله عز وجل، لكن على يد من شق البحر؟ على يد موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا المسيح صنع الله المعجزات بيده، فالذي كان يحيي الموتى ليس هو المسيح، إنما كان يحييهم الله تبارك وتعالى. على يد من جرت هذه المعجزة؟ جرت على يد المسيح عليه الصلاة والسلام. أخي الكريم، إذا كان المسيح قد أحيا ميتا، فإن الكتاب المقدس في عهده القديم يخبرنا بأن اليسع أحيا ميتين، وأن بطرس أحيا طابيثة. طيب إذا كان المسيح يستحق العبادة لأنه أحيا ميتا، اللي أحيا ميتين هذا يستحق إيش؟ يستحق العبادة دبل، أكثر أكثر. إذا كان المسيح أحيا واحد هذا أحيا اثنين. نعم. طيب أقول أخي الكريم،
المسيح عندما أحيا لعازر قال كلمة جوهرية. لما رأت الجموع لعازر يقوم من الموت ماذا سمعت المسيح يقول؟ يقول يرفع يديه إلى الله عز وجل: أشكرك أيها الآب لأنك سمعت لي، يعني لأنك استجبت لي. إذن هو دعا الله عز وجل والله استجاب له. وأنا أعلم أنك في كل حين تسمع لي. فإذن هو يشكر الله تبارك وتعالى لأنه سمع له، لأنه استجاب له. إذن من الذي أحيا لعازر؟ الله سبحانه وتبارك، وليس المسيح، بدليل أنه يقول استجبت لي، إذا سمعت لي. معنى ذلك لأنه دعا الله والله هو الذي استجاب. أخي الكريم، تفضل. لو كانت المعجزة تدل على لاهوت المسيح عليه الصلاة والسلام لكان كل من يصنع المعجزات إلى المسيح. يقول في يوحنا: نعم، الحق أقول لكم، من يؤمن بي، كل من يؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا. لا، مو بس كده، اسمع بقية النص لأنه مهم جدا. الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها ويعمل أعظم منها. إذن كل مؤمن اليوم بالمسيح يستطيع أن يحيي موتى، ويستطيع أن يشفي مرضى، ويستطيع أن يفعل أعظم من معجزات المسيح. أنا قلت لهم إذا كان المسيح أحيا لعازر بعد 4 أيام فكتابكم يقول كل من يؤمن بالمسيح يستطيع أن يحيي ميتا بعد 5 أيام، بعد 6 أيام. ليش؟ لأنه يستطيع أن يصنع معجزات أعظم منها. طيب أقول إذا كان المؤمن يستطيع أن يفعل معجزات أعظم من معجزات المسيح، فهل تصلح معجزات المسيح للدلالة على لاهوته؟ إطلاقا لا، لأنه يصبح المؤمن إله أيضا هو، لأنه يصنع نفس المعجزة. أخي الكريم، الذين رأوا معجزات المسيح، حكينا قصة الأعمى. نعم. الأعمى اللي بيقولوا خلق له المسيح عينين، طيب ماشي، هذا الأعمى هل استدل بهذه المعجزة على أن المسيح إله ولا على أن المسيح إنسان؟ على أنه إنسان. قال إنسان، قالوا له كيف انفتحت عينان؟ قال إنسان يقال له يسوع، ما قال لاهوت ولا قال ناسوت ولا عنده خبر عن هذا الموضوع. طيب الآن إن رأينا أحد يصنع معجزات أو عجائب أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا دليل على صدق إيمانه؟ المسيح عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال، وأنا أرضى بإجابة السيد المسيح صلى الله عليه وسلم. سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. إذن هناك كذبة سيصنعون المعجزة. نص آخر. نعم. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، كنا نتنبأ عن المستقبل، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة، صنعنا معجزات باسم المسيح، كنا نخرج الشياطين باسم المسيح، نضع الصليب عليه ويقول باسم يسوع باسم يسوع، أما كنا نفعل هذا باسمك؟ فماذا يقول لهم المسيح عليه الصلاة والسلام؟ أقول لهم: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. يرفضهم المسيح عليه الصلاة والسلام، سيتبرأ منهم المسيح عليه الصلاة والسلام. فإذا المعجزة لا تصلح في الدلالة على شيء. أخي الكريم، إنسان الخطيئة الذي تحدث عنه بولس في تسالونيكي أيضا يصنع المعجزات. نعم. مجيئه بعمل الشيطان. نعم. يصنع الكثير من القوات، لكن مع ذلك لا يقول أحد بألوهيته. إن المعجزة في الكتاب المقدس لا تصلح في الدلالة على الألوهية، الله أكبر، ولا على النبوة، الله، ولا على الصلاة، ولا على الصلاة صلاح، ولا على الإيمان. نعم. لأنه حتى الشيطان يستطيع أن يفعل مثل معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام. على الأقل هذا ما يقوله الكتاب المقدس، أنا لا أقول بهذا في معتقدي، لكن هذا ما يقوله الكتاب المقدس. وأنا أستغرب كيف يستدلون بعد ذلك بالمعجزة على لاهوت المسيح، وكل أحد يستطيع أن يفعل ذلك. طيب أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور، بعض العوام وبعض السذج من الناس يخدعون بهذه القضية، يعني يذهبون ربما إلى كنيسة أو ربما إلى قس أو شيء من هذا القبيل يصنع أو يخرج شياطين وهذه الأمور، بماذا تنصح هؤلاء؟
أولا أخي الكريم، نحن نقول من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا أولا. الأمر الثاني، ما يفعله بعض القصص يفعله أيضا الهنادكة الهندوس الذين يعبدون البقر، يصنعون مثل هذا. بماذا؟ باستعانتهم بالشياطين، باستعانتهم بالشياطين، فلهم سلطان على الشياطين التي هي تؤذي الناس، فهم يخرجون الناس بالسلطان أنهم لهم صحبة بالشياطين. أقول فهذا أمر خطير. أخي الكريم، الذي يجعل المسيح إنسان ليجعل إله ليس هو مثل هذا. مرة من مرات قالت لي أخت أسلمت بعد ذلك، قالت لي يعني إحنا المسيحيين نقلنا جبل المقطم، وهذه الحقيقة يعني خرافة في التاريخ غريبة، وأنا اليوم مريت على جبل المقطم فيعني رأيته ثابت يعني في أركانه، ما رأيت دليل على شيء أنه بدل على أنه انتقل من محله. فأنا قلت لها يعني إحنا أنتوا نقلتوا جبل المقطم فصار المسيح إله، طيب لو إحنا اليوم رجعناه يصبح المسيح إنسان، أهكذا يستدل على لاهوت المسيح؟ يستدل بأناس يصنعون يخرجون الشياطين يقول باسم يسوع باسم يسوع، أهكذا يستدل على العقائد؟ أخي الكريم، نحن بين أيدينا أقوال المسيح عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب، وهذه الأقوال ليس فيها دليل واحد يقول فيه المسيح عن نفسه بأنه الله. أخي الكريم، الكتاب المقدس المسيح نفى عن نفسه صفة الألوهية في مواطن كثيرة. هو ينفي عن نفسه صفة الألوهية حين يصف نفسه بصفات الضعف الإنساني، مثلا في مرقس 13، وأما ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا واحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. من الذي يعرف متى الساعة؟ الآب فقط. الابن لا يعرف، الروح القدس لا يعرف، الملائكة لا يعرفون. الذي لا يعرف متى الساعة هل يصلح أن يكون إلها؟ أبدا أبدا لا يصلح. لذلك أنا أقول بأن المسيح عليه الصلاة والسلام ليس هو الله عز وجل. نأخذ نص آخر. المسيح عليه الصلاة والسلام عندما أتي له بالشاب الذي أصابه الشيطان، والقصة في مرقس 9، فسأل أباه كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال منذ صباه. إذن المسيح لا يعرف متى مرض هذا، متى أصيب هذا. المسيح عليه الصلاة والسلام في متى 20 على 20، حينما جاءته أم ابني زبدي تريد منه أن يجلس ابنها واحد على يمينه واحد عن يساره في الملكوت، فقال أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذي أعد له من أبي. يعني أنا لا أستطيع فعل هذا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتي مشفقون. أقول المسيح عليه الصلاة والسلام هو يصف نفسه في هذه النصوص بعجز البشر، بعجز البشر. فإذا كان المسيح يصف نفسه بعجز البشر كيف يوصف بأنه الله؟ أوليس المسيح هو الذي يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا؟ الله أكبر. هل الله عز وجل يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا؟ أقول إن هذه النصوص التي تتحدث عن المسيح وتصفه بصفات الضعف البشري هي تشهد بأنه كان عبدا لله تبارك وتعالى، وأنه كان رسولا كما يقول المسلمون سواء بسواء. صلى الله عليه وسلم. يعني الله قادر على كل شيء، المسيح لا يقدر أن يفعل من نفسه شيء، الله يعلم كل شيء، المسيح لا يعلم متى الساعة. اختلفوا في العلم، اختلفوا في القدرة، اختلفوا في الذوات. طيب فضل نقطة كمان مهمة يا فضيلة الدكتور. نعم تفضل. المسيح ديان، أليس في هذه دلالة على أنه إله؟ والله يا أخي إذا كان المسيح وصف في الكتاب بأنه ديان، فتذكر أنه هو لا يعرف متى الساعة، فهل تتوقع أنه إله ولا يعرف متى الساعة ثم بعد ذلك يقوم ليحاسب الخلائق وهو لا يعرف أن الساعة ستقوم في هذا اللحظة؟ أقول أخي الكريم، المسيح عليه الصلاة والسلام لو كان ديانا كما يقولون فإنه لا يكون إلها، لأن الكتاب المقدس يخبرنا بأن هناك ديانين يدينون مع المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب هو الذي يقول هذا. نأخذ النص الأول. تمام. المسيح يقول عن التلاميذ تجلسون أنتم على 12 كرسيا تدينون أسباط بني إسرائيل 12. إذن المسيح حيأتي معه 12 تلميذ بما فيهم مين؟ يهوذا الأسخريوطي التلميذ الخائن. نعم. وكل واحد يجلس على كرسي، ماذا سيفعلون وهم جلوس على الكراسي؟
يدينون أسباط إسرائيل 12. نعم. إذن حتى يهوذا الأسخريوطي يستحق العبادة وفق هذا المفهوم. بولس يقول: ألستم تعلمون أننا سندين الملائكة؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ إذا كان المسيح سيدين البشر، فحسب الكتاب المقدس بولس والقديسين سيدينون الملائكة، سيدينون العالم. إذن هم أيضا آلهة مستحقة للعبادة، لو كان هذا يصلح دليلا على لاهوت المسيح. دعني أقول لك أخي الكريم، إنما يتعلق به المتعلقون إنما هو فقط أضغاث أحلام، غريق لم يجد دليلا صريحا على لاهوت المسيح. فماذا يفعل؟ يبدأ يتشبث بهنا وهناك ويستحضر دليل من هنا وهنا. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل صريح. فلما لم يجد دليلا صريحا ماذا فعل؟ تعلق بأشياء لا قيمة لها، وما جاء فيها في حق المسيح بخصوصها جاء في حق غيره في نفس الكتاب المقدس. حضرتك عايز تقول إن المسيح لم يقل أنا الله؟ يا أخي مش أنا اللي أقول هذا الكلام، أنا أقول لك ابحث لي هذا الكتاب معك من هنا للصباح، إذا وجدت بأن المسيح قال أنا الله فقل لي يا أخي أنا ما وجد. ما قال أنا نسوت ولاهوت؟ أبدا. سيدي البابا شنودة في كتابه سنوات مع أسئلة الناس يقول، سئل هذا السؤال فقال: المسيح لم يعلن لاهوته، لأنه لو أعلن لاهوته لانتهت دعوته في البداية، لأن اليهود كانوا سيأخذونه ويرجمونه، فلذلك هو لم يقل. أنا لا يهمني التعليل، يهمني الإجابة بأن المسيح عليه الصلاة والسلام لم يدعي الألوهية أبدا. حضرتك عايز تكمل تقول له طب من أين علمتها أنت؟ الآن يعني لسنا في صدد مناقشة جناب البابا شنودة، نحن في مناقشة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ليس فيه دليل على هذه المسألة أبدا أبدا. طيب سيدنا الدكتور أحسن الله إليك، السيد المسيح صلى الله عليه وسلم نعم كان يأتي بالطين ويشكله ثم ينفخ فيه فيكون طينا. نعم. فهل هذه القضية تصلح لتأليه؟ طيب بدي أسألك سؤال. تفضل. المسيح خلق الطين ولا صور الطين؟ صور الطين. طيب من الذي خلق الطين؟ الله سبحانه وتبارك. أخي نعم. كلمة الخالق تأتي على معنيين. نعم. تأتي على معنى المبدع المنشئ من العدم. نعم. وتأتي على معنى المصور. نعم. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المصورين: يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. ما خلقتم. إيش يعني ما خلقتم؟ يعني ما وجدتوه من العدم؟ لا ما صورتموه. يعني ما صورتموه. ومنه قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالق هنا بمعنى المصور وليس بمعنى نعم. المبدع. نعم. المسيح عليه الصلاة والسلام لم يخلق الطين، إنما صور من هذا الطين كهيئة الطين، فبالتالي ليس هو خالقا إنما هو مصور، وفعل هذا بإذن من؟ بإذن الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، أنا وجدت نصوصا منسوبة إلى بولس وإلى غيره تتحدث عن قضية الخالقية، لكن هي لم تقل ولا مرة واحدة بأن المسيح هو الخالق. كانت تقول بأن الكائنات خلقت به، ولذلك القس جيمس أنس يقول: الله هو الذي خلق العالم بواسطة الإبن، ولم يقل الإبن هو الخالق، الله خلق العالم بواسطة الإبن. هي الحقيقة فلسفة موجودة عند الوثنيات السابقة بأن الله كائن كل عظيم لا يليق به أن يباشر الخلق بنفسه، فهذه الفلسفات الوثنية كانت تقول بأن الله يخلق كائنا وسيطا، وهذا الكائن الوسيط هو الذي يقوم بخلق المخلوقات. أحيانا يسمونه النفس الكلية، أحيانا يسمونه العقل الأول، أحيانا يسمونه العقل الكلي. فهذا الكائن الوسيط هو الذي يباشر الخلق، لأن الله لا يباشر الخلق بنفسه، يقولون هذا لا يليق بالله عز وجل. المسيحية ليس في كلام المسيح، إنما في كلام بولس، أحيانا في رسائل يوحنا تقول مثل هذا الكلام. ماذا تقول؟ تقول: الله خلق بواسطة المسيح، الله خلق بواسطة المسيح، والله خلق بالمسيح. فالمسيح عليه الصلاة والسلام حسب هذه النصوص لم يكن خالقا، إنما كان هو واسطة الخلق. وهذا الحقيقة له معنيين. المعنى الأول معنى الإيجاد، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا إلا إذا كان موافقة للوثنيات السابقة، ولا أظن أحدا يقبل بمثل هذا. لكن هناك معنى ثاني بعض العلماء يلوذ به حتى يبتعد عن قول الوثنيات، وهي أن المسيح خلق
العالم خلقة هداية وليس خلقة إيجاد. إيش معنى خلقة هداية؟ يقولون هذا خلق من ثانية أو ولد من ثانية. إيش يعني ولد من ثانية؟ يعني خرج من بطن أمه مرة ثانية؟ لا، يعني دخل في الإيمان، فهذه يسموها خلقة الهداية. والحقيقة هذه موجودة في الكتاب المقدس في عدد من النصوص. مثلا يقول قلبا نقيا أخلق فيه يا الله. جميل. هل معناته أوجد فيه؟ لا، المقصود بالخلقة خلقة الهداية. مثلا يقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. إيش معنى خليقة جديدة؟ مش معناها هداية. اي نعم، انما هي خلقة هداية. فقال العلماء، قال المقصود بالخلقة هي خلقة الهداية وليس خلقة التكوين. تلبس الإنسان المخلوق الجديد، ما هو مخلوق جديد خلقة تكوين، انما هي خلقة هداية. لكن الحقيقة يشكل على هذا احيانا النص، فإنه خلق به ما يرى وما لا يرى. صحيح، يقول هذا كيف يكون خلقة هداية وهو يتحدث عن ما يرى وما لا يرى. نعم. والصحيح أن هذه تشبه قول المسيح في متى 5:14 وهو يخاطب التلاميذ، يقول لهم أنتم نور العالم. نعم. ما المقصود نور العالم؟ نور الجبال ونور المحيطات ونور البحار؟ لا لا لا، المقصود بنور العالم نور فقط مين؟ نور المؤمنين فقط، هداة العالم. أيوة، أنتم هداة العالم الذي يعقل، وليس نعم. هداة كل العالم الذي نعم. يعقل والذي لا يعقل. نعم. فبالتالي عندما يقول المسيح مثل هذا خالق، أو عندما يقول بولس عن المسيح بأنه خالق ما يرى وما لا يرى، إنما يقصد فيه مثل ما قيل في التلاميذ عندما يقول نور العالم. فهذا هو معنى هذه النصوص. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، بصراحة حضرتك أرهقتنا، يعني مش عارف عمال أجيب لك نصوص وعمال أجيب لك حاجات. طب أنا هقول لك حاجة من الآخر كده، طيب أنهي بها الكلام. نعم. يمكن مش لاقي إن المسيح في الـ في الـ في الكتاب المقدس إله، فهل المسيح في القرآن إله؟ يعني أنا أستغرب السؤال. معلش، إذا كان المسيح في الكتاب المقدس لم تجد دليلا على لاهوته، فكيف تتصور في القرآن الكريم أن تجده إلها؟ ما حصلش في النظرة أو تنظير قبل كده أن حد. لا، مستحيل مستحيل، كتير بيحصل معاه. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا، يعني قدوة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واسمع إلى قول الله عز وجل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سلم يا رب. اسمع إلى تعليق القرآن، سلم يا رب. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. القرآن الذي يقول هذا، الجبال ستنهد، السماوات تنشق، الأرض ستندك. لماذا؟ لأن الله عز وجل سب هذه السبة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فأنا أعجب بعد ذلك أن يقال هذا في القرآن الذي يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. اسمع إلى قول الله عز وجل، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. حاش لله تبارك وتعالى أن يقول في قرآنه مثل هذا الكلام العظيم. وكأني كلما فتحت بابا سده فضيلة الدكتور بسدة لا حيلة لي فيها، فربما أتذكر الآن أمر أسأله فيه، فلعل وعسى، وأنا أسأله بلسان المشاهد المسيحي الآن اللي بيقول في حاجة أنتم ما قلتوهاش، في حاجة أنتم ناسينها، أنا عارف إيه هي. هات يا السيد المسيح كان بيغفر الذنوب. المسيح كان يغفر الذنوب؟ طيب ماشي. المسيح عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا أغفر الذنوب. دعني أقرأ لك النص في لوقا 7:46، قال للمفلوج، وقال أيضا في قصة المرأة الزانية التي دهنت رجله بالطيب،
مغفورة لك خطاياك. مغفورة لك خطاياك، ما قال أنا غفرت خطاياك. فهذا إخبار عن حال وليس إخبار عن فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا في المفلوج، قصة المفلوج في متى 9:8، ماذا قال له؟ قال له مغفورة لك خطاياك يا بني مغفورة، ما قال أنا غفرت. لكن دعني أقول بأن المسيح، دعني أقول فرضا وجدلا بأن المسيح قال أنا غفرت لك خطاياك. المسيح عليه الصلاة والسلام يكمل في قصة المفلوج يقول ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. هو غفر الخطايا بسلطان الله أم بسلطانه؟ بسلطان الله. أيوة، الله أعطى ابن الإنسان لكي تعلموا أن ابن الإنسان لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. الجموع اللي سمعت الكلام هذا، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله، مو مجدوا المسيح، مجدوا مين؟ الله، مجدوا الله الذي أعطى الناس، مش الذي أعطى ابنه المتجسد فيه، لا، الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. إذن هؤلاء المؤمنون آمنوا بأن الله عز وجل هو الذي صنع السلطان وهو الذي أعطاه، فهذه عطية الله، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. فضل دكتور، لو أن مشاهد مسيح الآن وإحنا بنختم حلقتنا، لأن في كنترول قلنا كده خلاص الوقت في دقيقة، نعم، لو أن مشاهد مسيح الآن حيقوم ويقول لا الناس بتتكلم عن المسيح، إحنا بنعبد يسوع، ولو أنه واحد مسلم بيتذرع يقول ده غير ده علشان يسب يسوع أو يتطاول على يسوع، بماذا تنصح المسيحي وبماذا تنصح المسلم؟ أولا أخي أنصح المسلم، أنا يهمني المسلم أكثر، الله أكبر، أنصح المسلم أن يعف لسانه عن سب كل أحد. بعض العلماء قال حتى الشيطان لا تسبه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا الحديث. تقول إيه ولا تلعن الشيطان، نعم. طيب أنا أولا أقول المسلم يعف لسانه عن السب، يقول عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث سبابا ولا لعانا، نعم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، سب عيسى عليه الصلاة والسلام أو سب يسوع عليه الصلاة والسلام كفر، كفر يخرج من ملة الإسلام عياذا بالله. وأنا أعيد إخواني أن يكون فيهم من يفعل هذا، فمن فعله إنما فعله متأولا وتأوله خطأ، لكن لو علم ما علمت وما قال ما قال. أقول أخي الكريم، الأسماء أحيانا تختلف من لغة إلى لغة، تتغير. يعني مثلا محمد في الإنجليزي لا يستطيعون لفظ الحاء، يقولون محمد، في بعض الناس يقول مهمت. أنا أسألك، هل تقبل من إنسان أعجمي أن يسب مهمت؟ لا. أو محمد؟ لا. لماذا؟ أنت تؤمن بمحمد؟ أنت تعلم بأنه هذا الاسم هو محمد في صيغته الإنجليزية أو الفرنسية يكون هكذا. أيضا نفس الشيء أخي، يشوع بالعبراني، يسوع بالسرياني، إسوس باليوناني، جسس في الإنجليزي، يسس في الألماني، هي كلها مسميات لمسمى، أسماء لمسمى واحد. أحسن الله عليك فضيلة الدكتور، ما لنا أن نقول شيئا بعد شيخنا، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة، ونفع الله تبارك وتعالى بها. ونقول ختاما، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى النبع الصافي، إلى الحضن الدافي، حيث تنزيه الإله وتقديس الإله وتعظيم الإله سبحانه جل في علاه، إلى كلمة التوحيد، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله المسيح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر ختاما فضيلة الأستاذ الدكتور منقذ ابن محمود السقار، كما أشكر إخواني وأخواتي من المشاهدين لهذه القناة الطيبة، قناة الخليجية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى ويرى مناطع عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي.